السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال في برنامج أحلامنا الجميلة. كل واحد مننا بيبقى ليه أحلام في حياته، كل واحد مننا بيبقى ليه هدف بيشوفه في صورة حلم وبيتمنى الحلم ده يتحقق. كل واحد مننا بيتمنى الحلم اللي شافه يحققه. كل واحد مننا ساعات بيقول حلمي ده هو هدفي اللي هفضل أجري وراه بقية عمري. لكن الأحلام اللي احنا بنشوفها دي بتتحقق ولا ما بتتحققش؟ في ناس بتقول لك ان الحلم اللي انت شفته دوت ده بيبقى من الشيطان، وواحد يقول لك لا دي رؤية. ايه الفرق بين الحلم والرؤية؟ ايه الفرق بين اللي بيتحقق واللي ما بيتحققش؟ وايه الاسباب اللي بتخلينا نشوف الاحلام او الرؤى؟ كل ده هنعرفه مع ضيفي أباري قط، مفسر الرؤى والاحلام. اهلا بيك يا استاذ أباري. اهلا بيك استاذنا، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب، الله يبارك فيك يا رب. في المقدمه البسيطه اللي بقولها بقول ان كل واحد مننا بيبقى ليه احلام، حلم انه يعمل حاجه، يعمل مشروع، يتجوز، عاوز هدف معين يمشي بيه في حياته، عاوز يحقق رغبه معينه في حياته. ولكن هذه الاحلام ممكن تتحقق وممكن ما تتحققش، ولكن هدفي ممكن اشوفه في صوره حلم او رؤيه. هل الحلم او الرؤيه اللي انا بشوفها بتكون بشاره ليا لان الموضوع بتاعي ده هيتحقق لو كان في صورة رؤية، لو مش هيتحقق بيكون في صورة حلم؟ هو تقصد يعني ان هو كل واحد له طموح. هل الاحلام بتشارك طموح الانسان؟ بتشاركه في كل وقت. يعني مثلا الانسان في طبيعته لما بيفكر مع نفسه هو بيعتبر انه بيرسل رسالات للسماء، لان هو بيفكر يقول يا رب هيحصل ايه جواه، يا ترى هيحصل ايه. فالاحلام بتيجي ترد عليه، تيجي تقول له لا دي وحشه، لا دي حلوه، لا دي الجوازه دي هتتم، لا مش هتتم، لا خلي بالك الايام جايه جاي في بلاء معين، لا الايام الجايه هيبقى في فرج، الامور هتمشي شويه. فدايما الرؤيه هي بتيجي من ربنا، يعني زي جوابات مخفيه في اطار مخفي، رساله خفيه مع كل بني ادم. حتى لو البني ادم بيفكر يا ترى الشخص ده كويس معايا ولا بيكذب عليا، ولا يعني حتى لو في العلاقات العامه او العلاقات العاطفيه بترد عليه الرؤيه، لان هو دي رساله، يعني اخر رساله تعتبر. كان زمان ربنا بيخاطب الناس عبر الكتب او بيخاطبهم عبر الانبياء. تمام، لما انتهت الرساله والرسول قال ما فيش غير بقى ان هو الرساله اللي هي الرؤيه دي، فهو يعتبر رساله الهيه، خطاب الهي، جواب الهي عما انت تبحث عنه. بس ليه بتكون مرموزه؟ هو ده السؤال. يعني انا دحال لما دخلت حتى يعني في الاحلام الجديده اقول اشمعنى الرؤيه بتيجي مرموزه؟ فيقول لك اصلك الانسان في دار امتحان. وما دام في دار امتحان يعني محطوط له اسئله، كل موقف ليه هو عباره عن سؤال بيتساله في الحياه. هو ربنا عاوز يشوفه هيجاوب على الموقف ده ازاي، ايه رده فعله. فلو ان الرؤيه جت يعني زي ما هي يعني صحيحه مش هيبقى فيه امتحان، فهو لازم تيجي مرموز عشان يشوف كمان ذكائه فين، وعشان اهله هيتعامل مع الرؤيه دي ازاي. يتعامل معها ان كانت رؤيه مبشره. هو الناس فاكرين ان لما يقول لك انت جاي لك خير يعني ده هيجي لك خير، وده غلط. وفاكرين ان لما يقول لك انك انت جاي لك شر يبقى انت هتقع عليك المصيبه، وده برضه غلط. ومفكرين ان حديث النفس ده كلام فاضي، يعني ده مجرد حديث نفس، وده برضه غلط. ومفكرين حلم الشيطان ده سيء جدا، بس برضه ده غلط. حلم الشيطان مفيد. طب ايه الصح بقى؟ والحديث النفسي وحديث النفس مفيد، والبشرة مفيدة، والإنذار مفيد. بس الفكرة فين؟ ان الرؤية موقوفة على عمل. يعني حينما يقول لك انت جاي لك رزق، بيقول لك مثلا التجارة اللي انت هتخش فيها دي ده هتفتح عليك باب رزق كبير، موقوفة انك انت تخش في التجارة. لو انت قلت ده الدنيا ماشية حلو وتقعصت، الامر يقفل. وده فكرة سيدنا يوسف لما قال له جاي 7 سنين خير و7 سنين جفاف. لولاش هو زرع كويس، زود الزرع بقى في ال7 سنين دول وشال ال7 سنين التانيين، كان ما كانش نفعت. لولاش العمل قال له حطيني على خزائن مصر عشان خاطر اتصرف، اقدر ان انا يعني اتعامل مع هذه الرؤية، كان قال له ده انت جاي لك 7 خير و7 شر، وسابه زي ما هو. هو ما اخدش بمقومات الرؤية، فسدت البلد. فالرؤية موقوفة على عمل، خير شر موقوفة على عمل. ولذلك مثلا تيجي رؤية بالشر، بس ممكن عملك يقلبها الخير. طب ازاي بقى؟ اشرح لي. واحد مثلا كان الطريق بتقول له لو انت مشيت في الطريق ده هتقع في بير، يبقى مش هيروح شغل.
لو هو خد باله حذر ومشاش في الطريق ده هيروح شغله ويكسب. يبقى هنا مجرد الانذار انك انت هتتقتل في الحته دي لو انت ما رحتش تعدي الناحيه التانيه. ما هو 7 سنين الجفاف اللي هم جم على الدوله في ايام سيدنا ما بقوش جفاف لان هو بقى عنده الخزين في البلد شايله. يعني هو قال له هيجي 7 سنين ما فيش غله، بس لما شالهم ما بقوش جفاف. بالعكس اصبحت الرؤيه لما كانت منذره، يعني جزء منها منذر، ده فيه خير. فاصبح هو زي ما ربنا بيقول لك، يعني ربنا اراد كلها الخير. يعني حتى لما يجي واحد يقول لك طب بعض الرؤى ان تيجي تقول لك انت هتموت، طب ودي فيها ايه لما انت تقول لي خلي بالك انت هتموت؟ لا ده فيها كتير. قد يكون ليك فلوس عند حد تقدر توصي، قد يكون عليك ذنوب تقدر تتراجع تتوب الله ينور عليك مثلا. فتبص تلاقي حتى لو كانت معبرة بالموت ده فيها خير. لذلك بعض يعني اللي هم حطوا الرؤية في قالب الدين يجي يقول لك لا بشر ولا تنفر. ايه اللي بشر ولا تنفر؟ لما هو ربنا دي رسالة بيقول له خلي بالك انت اجلك انتهى. الرسول انا دي حكاية ودي حكاية تانية. يعني الرؤية كانت موجودة قبل سيدنا محمد وقبل القرآن. فهمتني؟ وكان بيفسرها يعني الشيخ وغير الشيخ، واللي فسروا الرؤية لفرعون ما كانوا كهنة، ولكن فيهم خبير قال له خلي بالك الرؤية دي هيخرج واحد من الناس دول ينتهي حكمك عليه، فأصبح في عداوة بسبب الرؤية. والغريب ان فرعون بجلالة قدره أخذ بالرؤية. هناخد اتصال وارجع لحضرتك تاني بقى عشان اتصالات شكلها هتفتح معانا. يعني اتفضل. الو يا فندم اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرف بحضرتك. مع حضرتك عبد الرحمن جبريل. اتفضل يا فندم. تحياتي لحضراتكم ولاسره البرنامج ولاسره القناه، وكل عام وحضراتكم بخير. وحضرتك بخير يا فندم. في سؤال عند حضرتك؟ ان شاء الله. حضرتك انا شهدت ارض المنام وانا نايم ان شاء الله باذن الله. كنت ماشي في مكان فيه خضره، لقيت على الخضره دي الخضره نفسها من الديه، ولقيت عليها رزم من الاموات في اماكن متفرقه. وفي ناس حواليا عن بعد بس مش شايفينها. فبدات ان انا يعني امد ايدي واحصل عليها بصوره فيها نوع من السريه. يعني جمعت مجموعه كبيره من هنا ومن هنا ومن هنا، بس كل رسمه كانت موجوده على خضره من الديه. جمعت الاموال دي كلها رزم، ولقيت قدام مني على مقربه مستشفى. دخلت المستشفى يا حضراتكم، وبعدين لما دخلت جوه شاهدت زي ما يكون في امراه ولتكن طبيبه، بس ما اتكلمتش معاها. بس اتكلمت مع نفسي، قلت جمله، قلت الحمد لله ان انا يعني جمعت الاموال دي قبل ميعاد الحظ. حضرتك شغال ايه؟ حضرتك انا شغال في جهه حكوميه. شغال في جهه حكوميه. اهلا بيك. طيب اخر الرؤيه كده خلاص انت اتفضل اتفضل كمل في كمال ليها تكمله. طيب هو انتهت الرؤيه معاه على كده ان هو دخل المستشفى وقال شوف اهو الرؤيه دي انت لما تعيشها تحس انها واضحه قوي. خضره ادي الرزق، السوق العمل بتاعه. الخضره عليها ميه، دي الميه بعد من الديه دي قطرات الندى دي بس تعتبر بعض التعطيل الخفيف، يعني كانه رزق يعني يحوم بعض المشاكل. تمام. ولكن هو ذكي هنا، هو بيقول له لان هو شاف اللي محدش شافه، يعني بقت عنده بصيره غير الاخرين، فكانه هو يشوف او يعرف شيء معين باب من الرزق، فيحصل هو باب الرزق ده على وجل ويخزنه. لكن كونه دخل مستشفى ان هو يخش في مشكله بعد كده، لان المستشفى دار المشاكل، محدش بيروح سليم مستشفيات. خلاص. فكان بعد المال ده هو عاوز يقول له هيحصل كده، انك انت هتتحصل من الرزق، هتعرف تشوف اماكن معينه ببان معينه تقدر تتحصل منها رزق لوحده من غير ما حد يعرف، لان هو بيشتغل في خفاء بغير الناس، هو شايف اللي مش حد شايفه. يبقى قادر على اللي محدش قادر عليه. يبقى هو يستطيع انه يفعل كده. خد وحز وخد الرزم. ولكن دخول المستشفى هنا دار المشاكل، ما هياش دار، بخلاف مثلا لو دخل الملاهي دي من المتع. هو داخل يستمتع في الملاهي. بخلاف مثلا دخل السوق ده من متع، برضه متع الحياه والاستبضاع والكلام من ده. لو دخل مصنع بعد الرؤيه معناه انه يقول له ان الفلوس دي هتستثمرها في مصنع، لكن هنا دخل زي مستشفى.
فانه بعد الفتره دي يعني هيبقى عنده فتره تحصيل الرزق تحصل مشكله المستشفى هنا. ولكن في نقطه ان الطبيب ان هو راى الطبيب في الطبيب هو مصلح المشكله، وكان بيقول له برضه انك انت هتواجه بعض المشكلات ولكن وجود الطبيب او الطبيبه هو اصلاح للمشكله. فهو حط له هنا ايه خطوات للفتره القادمه. تمام. طب معانا استاذه ناديه. استاذه ناديه اتفضلي يا فندم. أهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا ممكن أحكي يعني. اتفضلي قولي رؤيتك. أنا دايماً أحلم أحلام بس تتفسر يعني في أخوات أحس بيها يعني ممكن أخواتي حصلت فيهم حاجة يعني أو بحلمنا بيها. بعدها بيوم وممكن حاجة بعد 3 أشهر أنا ضل حلمت دايماً بوفاة لقيت والدتي توفت بعدها. بعدها زي بشتغلت اليوم 15 يوم. سؤال بقى ممكن يعني اسالك سؤال؟ سؤال ان والدتي انا دوختي. لا لا انا عاوز اسالك سؤال، انا عاوز اسالك سؤال ممكن؟ سامعاني؟ اتفضل. انت هنا جبت حكايه المشاكل ووالدك اللي او الوفاه حاله الوفاه، بتحلمي برضه حاجات حلوه بتحقق ولا الوحش بس؟ لا في حاجات حلوه بتتحقق. طيب كويس، في حلو وفي وحش. طيب كويس. طيب بص يا ستي هو عامه شكرا لك عندك فضل. او هتقول شيء تاني؟ لا لا هي الرؤيه بتاعتها. طيب شكرا لك تسمعني من التلفزيون. بص يا سيدي هو بعض الناس بيبقى دايما يعني فكره راكز او مركز قوي مع علاقاته العامه مع فلان وابويا وخالي وعمي، فدايما يشوف الرسالات بقى الجوابات اللي جايه له على الناس. فبيشوف ده هيموت، ده هيحصل مشكلة، هتحصل مشكلة مع أخوها، يحصل فعلا مشكلة. ليه؟ لأن هي مركزة بشدة مع الموضوع. هي بتشوف إن حد مامتها توفت فبتتوفى بعديها. ده لأن هي مركزة مع الأمر ده. يعني مثلا هي بتقول كل شوية في أول كلامها بشوف مشاكل فتحصل بعد منها. لأن هي مركزة في المشاكل. ولكن في حاجة إحنا بنسميها إيه؟ ما دام أنت أحلامك بتحقق ما تستخدمها في حالة أخرى يعني. إزاي بقى؟ افكر في التجاره، افكر في الانفتاح، افكر في العلم، اقعد اقول انا عايز اغير من حياتي. ما هو هتجي لك رسالات. ولذلك احنا قلنا ازاي انك تستثمر احلامك. الكلام ده انا قلته قبل كده. أيوة. في حاجه اسمها الناس مفكره ان الحلم هو مجرد هو لازم يجي لك كده. لا. هو بيجي لك حسب تفكيرك. الملك بيجي له عن البلاد. الطبيب يجي له عن الحاله الصحيه في المجتمع او عن شغله او كذا. السواق تلاقيه بيشوف التاكسي وعمل بيه حادثه او حلم انه ركب عربيه جديده. يعني كل واحد بيشوف في مجاله او في الحاجه اللي هو بيبقى فيها في تخصصه او في فكره. لان أيوة. ممكن يكون في مجال دكتور ومركز مثلا بيحب واحده فكل شويه يشوفها انا وافقه ما وافقوش. ففي فرق بين المجال والتخصص الفكري. فما دام الرؤيه بترد على التخصص الفكري ما استثمرها افكر في تطلعات يعني افاق اكبر في حياتي عشان انجح. لان هي بتقول يعني خطط الحياه. انا شخصيا طول حياتي يعني خطط حياتي القادمه بشوفها في الرؤى. بتشوفها في الرؤية. بشوفها في الرؤية. لانك انت مفيش خطط معينه يعني كل يوم في لا بالعكس في حاجات لا دايما بتطور من خططك. لا دايما قبل ما انام ببقى نفسي ان انا اكون افضل. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى بكره هيحصل في مثلا بيجي لك بقى الرسالات دي في صوره رؤيه بقى بتشوفها. ايه يا سارة يا ترى الشغل مثلا اعمل ايه الفتره الجايه؟ ايه اللي هيكون كويس؟ ايه اللي هيكون في التجاره؟ يا ترى لما مثلا اخش مشروع ولا شيء اعمل اكتر من استخاره لغايه ما احس ان جالي رد اعمله او ما اعملوش. تمام. طب على سبيل الدكتور اللي بيحب واحده جاي لي رساله دلوقتي بيقول لي ولد مقبل على الزواج وكان راكب عربيه ومعاه البنت اللي هو هيتجوزها دي، بس هو ماشي في الطريق حاسس ان هو ماشي في الطريق الغلط. نقول له ايه؟ برضه الرؤيه واضحه. العربيه في الحياه لازمتها فكره لما كنا قبل الهوا بنقول الاسد مثلا. واحد حلم ان ليه ابو الهول حاطين راس اسد على قوه الحراسه دليل الراس. لان الكتابه الفرعونيه هي اكثر كتابه معبره عن الرؤيه، عشان كده كانوا شطار جدا هم في تاويل الرؤيه. يعني يجي على القوه مثلا والحامي يحط نسر. لان النسر يحلق بعيد وعينيه شديده وبيشوف تحت الارض وبيشوف البحار. وعاوز اقول لك ان الملك قوي جدا وعالي عنده سامي يعني ويقدر يشوف فوق الارض وتحت الارض. لذلك النسور بيستخدموه والصقور في يجيبوا اللؤلؤ فيجي للرمز ده. وعاوز اقول لك واحده مثلا حلمت مثلا حط على كتفها نسر، ده معناها هتنجب او هتتجوز لو صغيره واحد راجل يعني عالي في المجتمع. يجي مثلا هنا شوف تعالى للدكتور
الدكتور راكب عربيه، العربيه بتعمل ايه؟ بتوصلنا من مرحله لمرحله زي ما انا جيت كده حياه يعني، بتوصلني وصلتني من المكان لغايه القناه او كده. هو جابت البنت اللي هو بيحبها، فهو عايز اقول له الفتره بقى العربيه هنا الفتره، فتره العلاقه دي خلاص. ودي البنت، هو عايز يقول له، هو بيسال يا ترى هتبقى كويسه مش هتبقى كويسه، فهو جاب له العربيه ماشيه في الطريق الغلط. ان الامر مع البنت دي هو مش كويس، وده مش معناه ان هو وحش او هي وحشه، ولكن هم اجواءهم الكيمياء بتاعتهم مش هتبقى كويسه، ما فيش حظ، لان ممكن واحد حظه مقفول او امراه حظها مقفول وتاخد رجل حظه سعيد تسعد، وممكن رجل حظه مقفول وياخد امراه حظها سعيد يسعد، وممكن الاثنين حظهم مقفول ويخلفوا ولد حظه سعيد يسعد. فهو عايز يقول له ان دي طريق خطا باينه يعني ظاهره، والمرحله اللي هي السياره تشير للمرحله. طيب عندي رؤيه، واحده بتقول انا دلوقتي بشوف ان انا شعري، قمت لقيت شعري مقصوص، فعايزين نقول لها، هي جايبه رؤيتين، بتقول لي شفت الرؤيه الاولانيه ان حد بيقص او شعري، صحيت لقيت شعري مقصوص، والرؤية التانية بتقول أنا شفت خالتي وستي جايين ياخدوني، هم متوفين بس صورتهم حلوة قوي. بالنسبة لفكرة الشعر المقصوص، القص دايما للتهذيب يعني الجمال أو للتأديب، كان زمان لما حد مثلا يروح قاصص للبنت شعر يعني زمان في هي دي حاجات خطأ، بس احنا بنتكلم كفكرة عامة يعني، أو مثلا واحد كان زمان يعمل في المدرسة ولا كده يروح حلق له أو كده، فإما تأديبا وإما تهذيبا. لو شافت إن شعرها مقصوص يعني حلو يعني قامت منهم، حست إن شعرها معمول فورمة جديدة، فده يدل على السرور، لأن إمتى المرأة بتتزين أكتر وكده في المناسبات والأفراح، ويدل على إن حالتها النفسية بقت أفضل، لأن برضو البني آدم يكون شعره مشعس ومش عارف إيه ومش مظبوط يبقى حالته تعبان، عشان كده حتى يجيبوا في الافلام لما يجي واحد في السجن ولا يجيبوه كده دقنه طويله وشعره منكوش وحالته ايه، عشان يعبر عن مدى الحزن اللي فيه والتعب، لما يطلع يقص ويظبط ومش عارف ايه يبقى سعيد. فالشعر هنا يشير للسعاده او التعاسه او التاديب. لو مثلا حاله واحده حاله ان ابوها جه في المنام وحتى لو ميت راح قصص لها شعرها واتضايقت قوي ان شكل ده، معناها انها تقع في موقف سيء ولكن يؤدي العبره للتاديب، يعني زي موقف ربنا يعمله لها يؤدبها شويه او يردها او يفهمها او يفوقها. تمام. بالنسبه لاهلها ستها وجدتها اللي جايين ياخدوها، بس جايين في صوره حلوه جدا، دي ميتين بقى ولا ميتين حقيقة. هم ميتين، هم ميتين وجايين شافتهم جايين عليها وبياخدوها، بس جمال بتقول لها عندها كام سنه دي؟ هي يعني ما اعرفش عندها كام سنه، بس اكيد في هنقول في مقتبل العمر يعني 30 40. هو مش حلو اخد الميت للحي هياخده ويمشي، مش كويس، مش حلو يعني خالص، سواء جايين يشوفوه مثلا او يشوفوه وربما وشهم حلو يعني النهايه حلوه يعني، وشهم وحش يبقى نهايه وحشه. ما انت شايفها كده يعني. طيب معانا مدام فوزيه، اتفضلي يا فندم. الو، معانا اتصال. الو الو، ايوه يا فندم. الو، ايوه معاك يا فندم، اتفضلي. انا حلمت مره انني كنت، هي حلمت مره واحده بس واتصلت قطع. طيب لا، هي بساعات الواحد لما يكون بيتكلم في التلفزيون كده عنده هيبه شويه، بيبقى عنده هيبه شويه. طب نرجع ان شاء الله ترجع مره، هترجع تاني ان شاء الله. طب نرجع ونقول برضو، الناس بيقول لك انا بشوف حلم بقوم منه كابوس، يعني ايه الفرق بين الحلم والكابوس؟ هما زمان في اللغة العربية يعني الرؤية هي كلمة يعني ده شيء صالح، والحلم اللي هو من الشيطان أو من النفس يعني كلغة. بس دلوقتي اللهجة اتغيرت، بقت الحلم تشير للتلاتة يعني، إن كان رؤية صالحة أو كابوس أو الرؤية الصالحة هي دايما تلاقيها فيها ما يعني عاملة زي اللغز، ما يثير أفكارك. والرؤية النفسية فيها ما يثير شكك مش أفكارك. يعني الرؤية القوية تلاقيها تأتي تفكر فيها، لا هي تزعلك ولا تفرحك، تثير الفكر عندك. الرؤية القوية، القوية زي ما الملك كده قال لهم أنا شفت سبع بقرات بيأكلوا سبع بقرات، هنا لا في حزن ولا فرح بس فيها حيرة. فيها مش بمعنى الحيرة، الحيرة دي من الشيطان، ولكن فيها إثارة لمعنوياتك وأفكارك وذكائك، تثير ذكائك.
الرؤية النفسية تلاقي تثير شكوكك، فيجي يجيب لك فلان قال كذا، فلان ده بيبص لك مش عارف ايه، فلانة بتحسدك مش عارف ايه، ده هو العامل النفسي، انت شاكك في ده فتشوف. طيب هناخد ام عمر ونرجع لحضرتك. ام عمر اتفضلي. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حلمت، بنتي حلمت ان انا كنت واقفة في المطبخ وطبخت حمام محشي وممبار، والحمام كان متحمر، انا فرغت في الطبق بتاعي حمامتين وهي فرغت منبر ليها. ده مين دي اللي انا فرغت؟ 47 سنه. طب وهي طالبه جامعيه. مين هي بنتي؟ قولي معلش الرؤيه دي تاني، قولي تاني معلش. بنتي حلمت ان انا كنت واقفه في المطبخ وطبخت حمام محشي محمر تمام ومنبر تمام، انا فرغت في الطبق بتاعي حمامتين عشان اكلهم تمام، وهي فرغت لنفسها منبار. انت عندك ايه اولاد؟ هم ولدين وبنت. هم ولدين وبنت. ايوه. وانت بتعز الولاد يعني عن البنت شويه في الحقيقه؟ هي لو جنبك جاوبي صح يعني، ما تجاوبي. لا والله هي بره يعني، لا يعني مش. انت طب جاوبي بقى، جاوبي طالما هي مش موجوده شويه يعني. مش لا هي بس ساعات فيها يعني تصرفاتها جديده يعني. عليا الطماطم بتعزهم قوي، لان الحمامتين دول هم الولاد عشان تبقى عارفه، هو الحمام الزغالين. طيب اولادك. هناخد فاصل ونرجع ليهم تاني. طيب طب هنجاوبك ان شاء الله على الرؤيه بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل قصير ونعود اليكم اعزائي المشاهدين. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل في برنامج احلامنا الجميله ومفسر الرؤى والاحلام اباري قطب. قبل الفاصل كان جات لنا رؤيه من مدام ام عمر بتقول بنتي حلمت ان هي طبخت منبار وجوز حمام، ادت لمامتها المنبار، يعني مامتها خدت المنبار وادت لبنتها جوز الحمام. لا هو العكس، ادت لبنتها جزء يعني الام خدت، الام خدت المنبار مظبوط، والبنت خدت الحمام. لا العكس، يبقى البنت خدت الحمام. الام خدت الحمام والبنت خدت المنبار. البنت شافت ان امها طبخه حمام ومعاه منبار، هي امها اخذت جزء الحمام وتركت لها هي المنبار. هنا المنبار الاحشاء يعني. الاحشاء يعني زي ما بيقولوا، مش الطعام كله حلو، مش نقول رديء، ولكن اقل للطعام. فهي استأثرت الحمام هنا، هم اولادها زغليل دايما يشيروا للاولاد. انت سألت لها سؤال يعني، عشان كده في كده لمحه كده غريبه جدا. عندك اولاد قد ايه والولدين؟ قالت بنت وولدين. فهي خدت يعني اخذت الحمام، معناها ان هي مستاثره بالاولاد شويه، وهي اديتها الاحشاء يعني بتفضل الاولاد شويه، بتفضل الاولاد شويه شويتين ثلاثه على البنت، لان هي اكلتها الاحشاء اصلا. المنبر ده يعني رز ونشويات وحاجه مش حاجه مش قيمه زي الحمام. لكن الحمام مثلا رؤيه مغذيه او الرؤيه يعني شهيه. تصورها بالواقع، انا مثلا عزمك وجايب خروف او حمام او كذا او كذا، وخدت انا الحمام واديتك انت الرز مثلا، فهل ده يجوز يعني؟ ازعلان، مش من الكرم، مش بتكرم بنتها يعني. فهو الرؤيه جايه ان هي تنبهها يعني ان ربنا هيحسب لها ده. هيبقى حسابها كده يوم القيامه يعني، دي القسمه اللي هي اسمها. ان البنت اللي بتاكل الرز وهي اللي اخذت الحمام، وده مش صح في الاداء يعني. لازم يعني احنا نقول لها، تخلي بالها تعدل، لازم بقى تخلي بالها تعدل. بالعكس هي المفروض يعني المراه يعني الفتاه، اصلك احنا عندنا معلومات غلط عن المراه. المفروض انك انت تكرم المراه اكتر يعني. يعني لو عندك ولدين وبنت، انت لو زودت شويه كرم البنت ما هوش غلط على الاولاد. فهمتني؟ يعني مثلا زي ما واحد مثلا عنده مثلا ولد من الاولاد عنده عجز او شيء، المفروض تكرمه زياده، وهي مش عاجز ولا شيء. بس المقصود يعني ان دايما احنا عندنا الجزء ده، ان قد يكون حتى المراه خايفه على اولادها اكتر من البنت. تقول لك ده راجل، ده مش صحيح، ما تعرفش مين اللي هيكون نافع في اخر الوقت، ما تعرفش مين اللي ربنا هيفتحها عليه ويشرفك، ما تعرفش. فالافضل انك على الاقل لو مش عاوز تزود شويه يعني اهتمام بالانثى، على الاقل تخليها زي الرجل يعني. طيب جات لنا برضو واحنا في الفاصل اتصال بيقول لي واحد بيقول هو شاف رؤية، هو متزوج، شاف رؤية ان هو بيتزوج بامراه اخرى او في علاقه بينه وبين امراه اخرى،
وهذه المرأة هي متزوجة ولكن هو شايفها ان هي في أبهى صورة، يعني شايف ان هو في حاجة بينهم مع بعض يعني. فبيقول تفسير الرؤية ايه؟ هو الرجل دنية، المرأة دنية الرجل والرجل دنية المرأة. يعني هي دي الدنيا كلها على بعضها كده. عشان كده يجي واحد يتجوز يقول لك هو ده ما دخلش دنيا يعني العازب لسه. فهي المرأة يعني المرأة مع الرجل يعني هتخلف، يعني هينتج، يعني هيكون ليه نسل، مصنع. هي الأرض اللي بتنتج النتائج بتاعه. فالمرأة هي عمل أو دنيته السنة والأيام اللي جاية. فالرجل أن يتجوز امرأة حسناء سواء معروفة ولا مجهولة فدي سنة وتجارة وربح داخل عليه، في رواج هنا يبقى يعني إيه حياته هتفلح. والرأى أن يتزوج مثلا واحدة وحشة ولا مش عارف إيه ولا مشبوهة أو كده تبقى دنيا ما يعني. لو رأى واحدة مثلا مشبوهة مثلا في الواقع بتاعه يعني واحد يبقى كويس ويحلم مثلا بامرأة والمرأة دي أو امرأة تحلم برجل والرجل ده مشبوه كده معروف عنه، فده معناه أن هي تقوم بشيء غلط يعني تجارة أو فعل دنيتها القادمة هتقوم بشيء يؤدي للشبهة. فالشخص ذات نفسه دنية الإنسان فعله. إن شافت واحدة بتقول لك تشوف لك مثلا اتجوزت راجل جميل وحلو أو فلان الممثل أو كده شخص يعني كويس، ده معناه الدنيا قادمة عليها. فهو رأى أنه هو مثلا يتزوج بامرأة حسنة بيقول لك جاي في أحلى صورة، الدنيا قادمة عليه في أحلى صورة، الأمور تمشي، التجارة تشتغل، الدنيا تبقى كويس. طب كويس نبشره يعني نقول له في الدنيا جاية. في علامات بتقول لي أن الرؤية بتاعتي يعني، أنا في ناس بيقول لك أنت النهاردة شفت رؤية بعد الفجر، وفي ناس تقول لك انا شفت حاجه بقى قبل الفجر. عايز اقول له هل موقيت قبل الفجر او بعد الفجر هو دي اللي بيحدد دي رؤيه ولا لا؟ يعني بقى المصطلح العام دلوقتي انه يقول لك ايه، انا نمت وصحيت قبل الفجر شفت كذا، او نمت بعد الفجر وصحيت شفت رؤيه كذا. هل الرؤيه مرتبطه بقبل الفجر او بعد الفجر؟ ما ممكن انام واحلم الظهر مثلا او اشوف رؤيه الظهر. لا 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 هم يعني زي ما قلت لك دخول بعض الناس ويعني حشرهم في الفكرة بوظوها شوية. بمعنى ايه؟ يقول لك قبل الفجر وساعة الفجر والحتة بتاعت الايه بيدخلها بقى وده كلام ملوش من الصحة. وقبل ما يكون في فجر ولا عصر ولا ظهر ولا مغرب ما الرؤية كانت شغالة. ما هو قبل الديانة ما تيجي اصلا ما كانت شغالة الرؤية. تمام صح. لا والله انت بتفتح لي حاجات يعني جميله قوي انت فاهمني. لكن هي بس يجي يقول لك وها ساعه الفجر يتنزل الله الى السماء، ان شفت رؤيه الساعه 2 بالليل تبقى حلو. ما حصلش ده، ان كان وقت عباده لو انت قايم تتهجج احلى من الرؤيه. طبعا طبعا صح. انت كده من الغافلين. صح. هو قال تكون من الغافلين. فكلام يقول لك بعد الفجر ما حصلش، انت لو نايم بعد الفجر المفروض زمان تصحى الساعه 6. انا مثلا في اوروبا اما تيجي تروح في وقت الفجر عندنا هنا تلاقي الزحام رهيب في باريس، تلاقي والحكومه يعني الناس الامن في المحطات علشان الناس رايحه شغلها وقت الفجر. يبقى زي الرؤيه اللي بعد الفجر ده وقت اصلاع يعني وقت اجتماعي. تشوف رزقك وتشوف حياتك نايم لغايه الضهر. ما انت مش بقى يعني يعني ما تقولش بقى انت تبقى نايم ومرتاح وتقول لي اصل الرؤيه قبل الفجر يعني هو مش عارف يقول ايه. فبيضطر دايما احنا يعني دايما يقول لك لما تفتي كتير غلط ده معناه انك انت عندك شيء صح. يعني الانسان لما يكون زي لما تحط ايدك في جيبك وفي 1000 جنيه هتطلع فلوس، تحط ايدك وايدك فاضيه هتقعد تقول كلام فاضي. فده هي دي المفهوم. يعني تيجي حد اتصل بيك بالذات الجماعه الخريجين يقول لك لو كانت يا شيخ مش عارف او يا استاذ وحشه ما تقوليش. طب ده الوحشه اهم من الحلوه يعني. طبعا الوحشه دي بتديك اشاره يعني خلي بالك. انت النهارده جاي لك يعني رزق باب من الرزق وانت شغال ما جاش اديكش عايش. لكن لو رؤية فيها تحذير شديد هتقع في أزمة أو مرض أو كده يعني ساعات الرؤية تيجي تقول لك هتقع في مرض عشان تخلي بالك. ما أنت لو خليت بالك مش هيحصل المرض. صح فهمتني. فتقول لي لا لو مرض ما تبشرش في وش. لا ده هي دي بشرة برضو يعني ما هياش حاجة وحشة. طب عايز أسأل حضرتك، هو الرؤية والتفسير ده عالم آخر يعني؟ هو ده عالم آخر ولا هي بتبقى منح ربانية لبعض الناس إن هم عندهم القدرة في تفسير الرؤية والأحلام؟ هي حكاية منح ربانية دي كذب. طب دي تفسيرها ايه؟ هل ده يعني تفسير علمي ولا تفسير ايه بالظبط؟ التفسير العلمي هيكون شيء انت غير متصوره يعني هنخرجها من فكرة الديانات والمشايخ والكلام والحكايات دي وهنحط الرؤية ان هي الواقع واللي انت عايش فيه ده الوهم.
يعني عالم الرؤية هو عالم الواقع، عالم الحلم اللي بيقول لك. يعني ساعات انا يجي واحد يقول لك يا اخي سيبك من الاحلام دي وخلينا في الحقيقه. لا، انت مش في الحقيقه، انت في جزء من اللي يعني من الحلم الواقع. اللي بشوفه ده هو الحقيقه، هو الواقع كله، هو الواقع ومفهوش ولا حاجه كده، مفهوش ولا كلمه كده. حتى حديث الشيطان واقع، لانه في الوقت ده بيكون شيطان معاك. يبقى ازاي انه وهم؟ بعض الناس بيحطوا كلمه حلم كوهم. ده هو كل الواقع، ده الرؤيه بتجيب الواقع الماضي والواقع المستقبلي والواقع الحاضر. تيجي ازاي؟ لما فرعون شاف ان هو الملك الملك بتاعه هيزول، فشاف بالرؤيه، بعين الرؤيه واقعيه ما لم يتم، لسه ما وقعش، يعني شاف الواقعيه المستقبليه. وملك سيدنا يوسف شاف عبر 15 سنه 7 و7 وقال له ثم ياتي عام فيه يغسل الناس فيه. ويوسف عليه السلام شاف واقعية حياته كلها من ساعة ما هيسجدوا له ويبقى أمير. طيب. وقال فتبقى ازاي الرؤية؟ ده الرؤية هي الواقعية. طب وازاي تكون واقعية؟ أنا عارف إن في اتصال. طيب. بس احنا نقول كلام يفيد الناس علم. طب أنا عايز أقول لك حاجة للناس اللي بتبقى معانا على الاتصال دول، بيبقوا هم كمان قاعدين مشتاقين جدا عايزين يعرفوا، فهنريحهم. طيب. ونسمع رؤياهم ونديهم العلم. أستاذة رحمة اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي معاكي. بصوا حضرتك، هو انا حلمت حلمين. تمام. اول حلم حلمت ان انا يعني كنت متعرفه على شاب في مكان. الشاب ده اصلا كنت اعرفه في الحقيقه، بس كان في مشاكل بيني وبينه وما صدقت ان انا بعدت عنه يعني. تمام. فهو دلوقتي حلمت بيه ان هو في يعني في مكان كله يعني فيه زي مغاره تعابين. تمام. والتعابين دي يعني شكلها وحش قوي وصغيره، وعماله تطلع كده من خرام، تخش في خرام وقرفته، والتعبان اللي قرفه هو اللي قرفني، بس هو ما ماتش، ما جرهوش حاجه يعني. بس انا مجرد ما التعبان قرفني انا سبته ومشيت. التعبان اللي قرفه قرفك انت كمان؟ اه، تعبان لونه اخضر كده صغير. اه، انت بينكم اي تواصل ولا يعني خفيف كده واتساب بتاع؟ لا، هو بص، هو مش كويس، فعشان كده انا بعدت عنه. انا ماليش دعوه. كويس يعني، سيبينا من حته كويس. انتوا بينكم تواصل حاليا؟ بينكم تواصل؟ لا 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 خالص. طيب. بقى فتره طويله انا اتجوزت وبعدت عنه. تمام. بص انا هقول لك على حاجه، هقول لك هو الرؤيه لها جزء. قولي تاني حلم. وتاني حلم حلمت بس برضو ان انا في مكان كده. تمام. شكله وحش قوي، وان جوزي بيطلقني وبتجوز راجل تاني عشان يبقى محلل ليا، والراجل ده شكله وحش قوي، وان انا كنت خايفه منه قوي. متجوزه من قد ايه؟ انا متجوزه بقى كده، متجوزه من 28/2. وحملتي ولا لسه؟ حامل. ما انت حامل. ما هو هتتجوزي براجل تاني يبقى انت حامل في ولد، بس شكله وحش يعني هتبقى هتتعبي. وانا قعدت اضربه وكنت هموته وهربت من البيت على خلاص. هو بشار بقى. استني استني بس، انت يعني مش عاجبك الحمل ولا حاجه؟ لا لا، انا مرتاحه يعني في بيتي ومرتاحه. هو انا هقول لك على حاجه، انت كون اتجوزت راجل ان هو محلل. طيب. انت عاوزه تجيبي ولد عشان يعني يحلل لك يعني وطنك في الجوازه، بس هو كون جه شكله وحش ان يعني بعد الانجاب او الولد هتتعبي منه قوي. ما اعرفش هل هو هيكون في حياته او هيكون في مشكله الوقت حامل نفسه، لكن هو ولد يعني تقريبا يعني، والله اعلم. تمام. لان انت ما دام اتجوزت راجل تاني، الولد شريك للمراه في يعني شريكك في الحياه، شريك الراجل. طيب هناخد معانا برضو اتصال. سؤال بس انا كنت عاوز اقول لها بس. طيب. على حكايه كون انه هو التعبان اللي قرصه قرصها، ان الشخص ده ما زال في اتصال بس خفيف او يعني يعرف ارقامها، معلش. طيب. فهو هتحصل له مشكله، والمشكله تجي لها هي كمان. طيب تخلي بالها، لابد ان تسد الحيطان وتغير الارقام وتبعد كل شيء يعني. طيب. على قد ما تقدر، لو تقدر حتى تغير ارقامها وصفحاتها على الفيسبوك، لان هو دي جايه سريعه يعني. تمام. مين معايا؟ الو. طيب يا فندم. اتفضل يا فندم. ماشي يا فندم، معاك دقيقه واحده يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. عندي منامين لو سمحت. اتفضلي. لو سمحت، بشبه شفت ان انا بشبه ان رحل دكتورة اسنان. اتفضلي احكي يا فندم. فالدكتورة دي لابسة ابيض. فبشبه ان هي ادتنا حقنة في كف ايدي،
بشبه ان هي ما ادهتهانيش، بتدهاني وكانها ما ادتنيش حاجه، وعايزه 300 جنيه مني. فانا قلت لها ما فيش معايا الا 50 جنيه. اخذتني ونزلت معايا على السلم وقالت لي ربنا يخليهولك. طب دي دكتوره السنان؟ دي اظن مشكله. المنام التاني. خلينا اقول لك الاولاني. طب اسمعي تفسيري الاولاني. اصل الاحلام دي الناس بتحكيها عامله زي اللي بياكل يعني سندوتش فوق سندوتش، وده غلط. المفروض ان احنا ناخد يعني لقمه وبعد كده ناخد اللقمه الثانيه. معايا؟ اتفضل. هي دي مشكله تكون عند ولد من اولادها، هو الدكتور زي ما قلنا برضه زي المستشفى، هو يشير للمشكله واصلاحها. يعني الدكتور يعني العياده، رحت العياده تشير للمشكله نفسها. اسنان يعني الاولاد. يبقى هنا المشكله حددها دكتور الاسنان التخصص هنا. زي طبق الحمام يعني الاولاد برضه. هنا جاب الاسنان بقى. ما جابش ليه الحمام بقى؟ لا عشان هو حب يقول لها في الايثار، فجاب لها زي فرخه بكشك، جاب لها يعني عاوز يقول لها فكره الايثار، مش هيجيب لها الاسنان هنا. هو عاوز يقول لها يعني انت عاملاهم من الحمام نفسهم يعني. طيب تمام. فهي يكون هنا تحصل مشكله، هي ما دفعتش بقى للمدير يعني. كانها في مشكله الابن وهي تستقل الامر. طيب. لان هي ما دفعتش اجره الطبيب، كان المفروض تدفع اجره الطبيب. طيب. فلو كان في مشكله تستطيع هي تضحي فيها، مثلا تحتاج فلوس، تبيع دهب، مش عارف ايه، تضحي بشيء يعني بتدخل. يعني تزود، تساهم فيها. تساهم. طيب. تضحيتها. ناخد فيروز. اتفضلي فيروز. مع الولي حبيب ماما وكان. فيروز. الو. أيوة اتفضلي يا فندم. الو. الو. وطي التلفزيون وخليكي معانا. حضرتك انا كنت حلمانه حلم. ان انا في فرح كبير قوي. وكنت انا العروسه وكان في معازيم كتير. ولما جيت علشان ادخل من الفرح العريس سابني. سابني ومشي. فسالت والدي هو رايح فين؟ فقال لي هو هيرجع تاني ما تخافيش. وكانه عدت اي. انت كم عمرك؟ قولي لي كم عمرك؟ 17. مخطوبه ولا حاجه ولا لسه؟ لا لسه. طيب هيجاوبك. حاضر، شكرا ليكي. انا عاوزك تراجع معايا الرؤيه دي. ليه؟ قالت ايه هي بالظبط؟ هي قالت اللي هي شافت فرح وهي دخلت كعروسه، والعريس لما جت تدخل الفرح العريس سابها ومشي، وسالت باباها قال لها هو جاي. هو الفرح مناسبه، هي منتظره مناسبه، مش شرط جواز او غير جواز، ممكن خطوبه، ممكن سفر، ممكن فلوس، مناسبه. وكون العريس ما جاش وكده المناسبه ما بتحصلش، بس كون ان هو ابوها وعدها بالقدم، لان الاب وعد الاب في المنام ان هو بيقول لها ان دي ممكن المناسبه او الامر ما تنتظريه هذه الفتره، ما يتحققش بس هيتحقق لاحقا. طيب تمام. فتستعين بقى بالصبر. طيب. هو شكلها. طيب. في شيء جواها يعني مزعلها قوي والآن، فهو عايز يقول لها اصبري شويه، لها هيتحقق فيما بعد. طيب هناخد ليلى. اتفضلي يا ليلى. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي سؤالك. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. لو سمحت ممكن اقول للدكتور. اتفضلي قولي. قولي سؤالك. قولي. احنا سامعين. سامعينك يا فندم اتفضلي. دلوقتي انا والدتي متوفيه، فانا كنت على طول والدي عايش، لسه والدي متوفي من قريب، كنت على طول بحلم بيها ان هي بتجيلي بتقول لي رسائل لابويا يعني. بتقول ايه؟ دلوقتي رسائل باباها. ما والدي توفى ما بتجيليش، هي يا دوبك جات لي امبارح جايبه لي قفص عيش كبير قوي. انت عندك كام سنه؟ عندي 48. حالتك الاجتماعيه ايه؟ مش الماديه. متجوزه بس ما عنديش ولاد. طب وانت عايشه مع امك وابوك ليه في الاحلام؟ عاوزاهم يقول لك تاني ليه؟ انا عايشه جنبيهم بس على طول كنت معاهم يعني. وانت هتبقي معاهم ليه؟ ما تخليكي معانا احنا هنا في الحياه. والله العظيم من ساعه ما مات وانا عايشه معاهم والله. لا ده ما تزعليش مني، خلاص عفى الله عما سلف. هو ده كويس ان هم اتقطعوا عنك. لا بس هي كانت بتديني رسائل لوالدي ووالدي عايش، يعني مثلا ايه اعملي له كذا يعني زي هي الرؤيه الاخيره اللي اديتك فيها طبع عيش. دلوقتي ما بشوفهاش غير يا دوبك امبارح. بص الرؤيه اللي اديتك فيها طبع عيش دي كويسه، يعني هي بتقول لك عمرك طويل.
لان هو الميت ما بيديش حاجات يعني مهمه زي ما انت قلت بيدي رسائل، فهو الطبق هنا مش رزق لكن رساله. طيب. والعيش يعني ان هو ايه هيكون عمرها طويل، لكن انا انصحك ما تفكريش فيهم تاني خلاص، ادعي لهم وحاولي تفكري في الواقع بقى. طيب معايا مكالمه من الجزائر، اتفضلي يا فندم. الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام، اتفضل. حياكم الله يا مشايخ وبارك الله فيكم، احييكم وحيي كافه الساده العاملين في هذه القناه المباركه. يا فضيله الشيخ عزك الله، عندي اثنين مداخلات. المداخله الاولى انيس شعبان من تونس، قصيده شعريه. ساذهب الى ماخور امام متحده قصر رئاسه والاذاعه بقرطاج واغتصب رئيسه الدوله التونسيه مارلين سعيد. احشي قليبي في نقبتي ترمتها المنتنه مغارة مارلين بابا انيكو ترمتها حتى اقل الرومانيه في مصرانها الساخنه. طب انا مش فاهم يعني. طب شكرا لاتصال حضرتك، شكرا لاتصال حضرتك. طبعا انا ما عرفتش هو بيقول ايه، واخد بال حضرتك؟ مش عارف، انا عارفه. طيب. جد او مش جد مش مشكله، هو ممكن بيكون. طب هناخد مدام ايمان، ممكن ان هو مثلا ايمان اتفضلي بيتكلم بسرعه. ايمان اتفضلي. الو اتفضلي يا فندم. ايوه معاكي. سلام عليكم. ايوه حضرتك، انا ممكن اكلم الاستاذ؟ اتفضلي معاكي، اتفضلي يا فندم. انا بصي، مامتي كانت متوفيه بقى لها بالظبط 3 سنين. بس ماما يعني حصل مشكله في البيت فماتت محروقه. ده في الواقع؟ ده في الواقع، ماتت محروقه. تمام. الحلم بقى. تمام. انا حلمت بيها ان هي جايه لي وانا كنت قاعده عند خالتي وبتعيط وبتقول لي دوري لي على حاجه هنا، وانا عماله ادور عليها، بس انا في الحلم كنت عماله ازعق لها واقول لها انا مش لاقياها مش لاقياها، وقعدت اعيط وهي جايه عماله تعيط ومنهاره وتقولي دوري لي على الحاجه بتاعتي هنا. هنا فين بقى؟ في بيتك ولا عندها حاجه؟ هنا فين؟ في بيتك ولا بيتها ولا فين؟ لا انا كنت قاعده عند خالتي الفتره اللي ماما توفت فيها، رحت قعدت عند خالتي. يعني دور لك عند خالتك. كنت وقبل الفتره المكان اللي بتدوري فيه كان فين؟ طيب انا معايا. طيب الو معايا. اه انت يعني الايام دي حالك معايا كويسه ولا؟ كنت معاها كويسه وكنت لا. عايشه معاها. لا 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 لا، بعد الوفاه بتفتكريها بتعملي معاها حاجه بتاع؟ لا بعد ما توفت ما زرتهاش خالص. ما عملتلهاش اي حاجه. ايه؟ هي مش لاقياكي، هو الحاجه دي انت ما مالهاش حاجه في المكان عند خالتك غيرك انت مثلا. فهي مش لاقياكي، بمعنى هي بتقول لك دوري لي على حاجه. هي من ساعتها اصلا ما زارتنيش تاني، ولا حلمت بيها ولا جات لي في رؤيا ولا اي حاجه. ولا عملت لها انت، ولا انت عملت لها حاجه في الواقع، حزنت عليها شويه وخلاص. حزنت عليها. ما هي مش لاقياكي بقى في الاخره يعني، هي رضعت وربت وعملت يعني. ادعي لها شويه. عاوزاكي بقى، عاوزه يعني في الاخره الميت بيتونس بالحي. قبل ما اتجوز اروح زرتها يعني، انا قبل ما اتجوز قبل فرحي رحت زرتها. انا ماليش دعوه بزرتها، انا مش عاوزك تروحي لها القبر تاني خالص، لان هي في عالم تاني مش في القبر. القبر ده شويه تراب، هي في عالم اخر. لكن انت تزوريها بدعوه حلوه، بصدقه حلوه، بذكرى حلوه، تعملي لها شيء كويس، تكملي اعمالها، لان انت لما تعملي خير غير لما تعملي لها هي خير. فاهماني؟ طيب. فهي هنا فقداكي. يعني هي فقداها في الرؤيه لدرجه ان هي بتقول انا مش لاقي، انا محتاجه حاجه من هنا، مين اللي هنا غيرها؟ طيب هناخد مدام نهى. مدام نهى اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي يا فندم. معاكي معاكي يا فندم. الو الو معاكي يا فندم، اتفضلي قولي الحلم اللي شفتيه. الو معاك يا فندم. انا عبد الوهاب. مع ايوه معاك يا استاذ عبد الوهاب، اتفضل. الو احكي. اتفضل. معاك عبد الوهاب من اسوان. اتفضل. انا بالنسبه للحلم بتاعي، حلمت ان انا كنت داخل في الجامع عشان اصلي، وحاسس ان ايه الكورونا، وكنت متكمم وفي مسافات بعيده، واول ما اقام الصلاه رحنا قايمين وبنصلي، وقمت بعد كده من النوم. ايه معلش انا ما قول تاني. طب قول تاني كده. انا حلمت ان انا داخلين الجامع. تمام. وقعدت بتوضا بين دخلنا جوه، وفي مسافات بعيد واحنا بنصلي مسافات بعيده، واول ما اقام الصلاه رحت قايم معاهم وصلينا على طول، وبعد كده رحت قايم من النوم. فعايز اعرف ايه حكايه هو قال لقيت كورونا الاول، دلوقتي ما قالش. لا لا، هو دخل الجامع صلى، كانوا بيصلوا في مسافات متباعده. تمام. وصلى وخلاص خلاص. ايوه. بس شكرا ليك يا فندم. طب انت في الواقع كنت بتصلي في الجامع؟
كنت كمان اللي بصلي في الجامع. قربت ترجع له تاني. بشرة خير هانت. طب هناخد مدام نهى. اتفضلي يا مدام نهى. مدام نهى الو الو اتفضلي يا فندم معاكي. وانا بص حضرتك انا كنت عايزه احكي لحضرتك جارتي اللي جنبي حلمت لي حلم فعايزه اعرف تفسيره يعني. اتفضلي. بص حضرتك بتقولي ان هي كانت قاعده وبتغسل سجاد وبتقولي تعالي وسيبيلي الولاد سيبيلي ولادك ولادي انا بتقولي سيبهم لي عندها. قلت لها لا ده انا ماشيه علشان اختي توفت. فبتقول لي ايه؟ قلت لها اختي توفت ورحت سايباها وماشيه بس هي اللي حلمت لي كده. حاضر هنجاوبي كمان منه استاذ. طب هناخد التفسير بتاع مدام نهى وهناخد استاذ عاطف ونرجع للتفسيرين على طول. استاذ عاطف اتفضل. انا كنت اسالها ما سمعتش الاول سمعت الاول. استاذ عاطف اتفضل. طيب هنروح لمدام نهى ونقول لك الحلم بتاعها اللي هي بتقول اللي راحت عند جارتها شافت ان هي بترفي سجاد عند جارتها وقالت لها سيبيلي الاولاد معايا اولادها معاها. قالت لها لا انا اختي توفت ومشيت خلت اولادها ومشيت. قول تاني معلش. طيب جارتها حلمت اللي هي شافت جارتها قاعده بترفي سجاد وهي دخلت عند جارتها معاها الاولاد فجارتها قالت لها سيبيلي الاولاد وامشي روحي عند اختي. قالت لها ده انا اختي توفت وخدت الاولاد ومشيت. ما سابتلهاش لا ما سابتش الاولاد. كنت عايز اسالها سؤال بس راحت. هو مش شرط ان هو ليها هي شخصيا يعني هي لو احنا قلبناها بقى بالحاك يعني اللي شاف ان هو كان قاعد بيرفي سجاده ودخل عليه جاره اللي هي دي تمام وبعد كده جاره بيقول له سيب لي الاولاد المسؤوليه يعني وروح انت فقال له لا ده انا قالت لها يعني في حاله وفاه وخدت المسؤوليه الاولاد دول مسؤوليه اللي قالت لها تيوم ومشيت وهي قاعده بترفي في سجاده. هي رفي السجاده انك انت بتعمل على مكانتك شوف ما ربنا نقول يا قوم اعملوا على مكانتكم. هو هي بتعمل على مكانتها على عاوزه على امورها يعني ان كانت مثلا في بتثبت رجليها مع الاسره مثلا ان كانت بتثبت رجليها في شغل بتثبت نفسها في الحياه الزوجيه مع جارتها. هو يكون هنا ان هي قالت لها سيب الاولاد. الاولاد مسؤوليه يعني هي كانها عاوزه تحمل ما لا طاقه لها يعني ما الاولاد مش حاجه كويسه يعني لان هم مسؤوليه يعني سم او بيسموه عيال لان بتعول فهي طلبت مسؤوليه اخرى فهي جارتها عندها حدث خدت بعضها ومشت. هي الرؤيه بتقول لها انك انت بتطلبي زياده عني لان هي عشان جابها الاول بتحقق مكانتها اكيد بتجتهد في امور فعايز اقول لها انت كمان بتطلبي مسؤوليه اكتر فده تقول له يعني اهدى شويه وما تكبرش لان في واحد يقول لك انا مثلا عاوز انجح انجح عاوز ايه انا هعمل كده ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا وفتح على نفسه حاجات كتيره ده مش هينجح. بالعكس انت لو كنت عملت شيء في تخصص واحد واشتغلت عليه واحده واحده خطوه صح كانك طالع في سلم احسن من اللي يطلع درجتين في سلم وينزل يجري يطلع طالع درجتين تاني وينزل يطلع لا هيطلع في العماره دي ولا هيطلع في العماره دي. فهي طلبت المسؤوليه ما لهاش دعوه بال طيب بالرأي خالص. هناخد رحمه من اسكندريه. رحمه اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا بس عاوزين نصبر شويه على حضرتك من شويه عشان يستفاد الحلم اللي هو بتاع البيبي اللي هو كده شخص فيه ده الشيء. نعم. طب عيدي الكلام تاني بعد اذنك. قولي تاني معلش. انا كنت لسه مع حضرتك من شويه بالحلم اللي انت قلت لي لازم تبعدي عن الشاب دوت وما تكلمهوش وكده تسد الحيطان والجدران وتغيري اي شيء يعني مش عايز اقول لك انت عشان بيه لو شاب بقول له غير العنوان يعني انا مثلا البيبي اللي في بطني ده انزله لا 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 مش كده لا مش المساله في البيبي نفسه هو المساله ان انا ليه يعني انا جوزي لما رمى عليا ان الطلاق انا اتجوزت جابوا لي محلل واتجوزته وكان الراجل ده راجل كبير وكان شكله وحش يعني هي بص هقول لك على حاجه الرؤيه لما تيجي تقول لنا في مشاكل طب في حلم تاني عندي خليني بس اقول لك قبل الاحلام اسمعي بس هيقول لك الرؤيه لما تيجي تقول لي في مشاكل ده مش معناه ان انا اخد اجراءات غلط كتير واعمل مشاكل تاني لا معناه ان انا اهدى بمعنى ابعد على الشخصيه اللي هتسبب لي مشاكل ابدا اركز شويه مع البيبي اهتم فيه لا يحصل له حاجه لا بتاع ابدا اركز مع الزوج بقى لو كان في مثلا حصل رجوع تاني ابعد عن المشاكل اهدى اقطع تمام. خيوط الشر مش ان انا اتصرف بطريقه شوف انت قلت كلمه عظيمه
هتخلص من ده ابنك هتخلص منه ازاي؟ يعني شوف الكلمه انت كانك هتحل مشكله بمشكله اكبر. اكبر يعني زي ما واحد بيقول له مثلا هيجي لك سنه مثلا ضيق الرزق يقول لك طب انتحر، ما تجيزي الكلام ده، ما تجي فهماني. فتخلي بالك لان الانسان هو اللي بيسبب المشكله او هو اللي بيقطع خيوط المشكله. اتفضل. طب هناخد ابو محمود. ماشي اتفضل يا فندم. ابو محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحياتي لكم يا فندم وتحياتي لفريق الاعداد يا فندم ومشاهدينا جميعا. الله يخليك، شكرا ليك يا فندم. اتفضل. معايا يا فندم اثنين حلم يا فندم. اتفضل. فيهم واحد يا فندم دايما بلاقي حاجات كده اللي هي الوحشة اللي زي الفران وزي الحاجات دي بترمح ورايا. وفي حلم ثاني اللي هو دايما بيتحقق معايا. حضرتك شغال ايه؟ معانا يا استاذ محمود؟ نعم. الحلم الثاني حضرتك شغال. الحلم الثاني اللي هو دايما يا فندم يعني لو حلمت حاجه بتتحقق. تمام. طيب. حضرتك شغال ايه؟ بتحصل معايا يعني. حضرتك شغال ايه؟ الله يبارك فيك. حضرتك شغال ايه؟ فاتح محل بتاع بقاله زي سوبر ماركت. طب انا عايز اقول لك على حاجه، لو انت دخلت اوضه فيها فران تعمل ايه في الواقع بقى؟ لو دخلت اوضه فيها فران؟ تعمل ايه؟ هيجري. لا هخاف طبعا. حاجتين، لا تاخد بعضك وتمشي، لا تمسك تحط لهم مصياده وتصطادهم وتخلص منهم. بس يحاسبهم. برافو عليك. الافضل بقى ان الافضل انك تبعد بعيد عنهم وتسيبهم في حالهم. الفران هو اشخاص بتسبب مشاكل ليك حوالين منك، بتضرك بس ضرر مش كبير، لان الفار يعني مش بياكل الرزق كله، لكن ممكن يدخل في شويه غله ياكلهم يسبب خوف. فده معناه انك انت برضه تنقي مع يعني تحاول تبعد عن خيوط المشاكل والاشخاص اللي بتجيب شويه ازعاجات، ابعد بعيد عنهم، اعمل بيني. يعني احنا يعني بعض الناس عندهم فكره ايه؟ واحد بيجيب لك مشكله اعمل له مشكله عشان اربيه، ده كلام فاضي. لا، واحد عنده مشكله اعمل خطوه بيني وبينه. يعني مش لازم خطوه عدائيه ولا خطوه ضعف، ولكن افرق عنه شويه. بحيث ان ايه؟ انا اشوف يعني يبقى عندي جانب كويس واسيب بينه وبينه مسافه، ما اعملوش مشاكل، لان احنا يعني في فكره رده الفعل، واحد مثلا غلط انا لازم اغلط معاه علشان خاطر اادبه او اسكته، لا. طيب. اخد مسافه بيني وبينه. طيب فنفس الفكره مع الفران وكده والحاجات دي، الواحد يبتعد عن الناس اللي بتسبب له بعض المتاعب والمخاوف والمشاكل. طب هناخد مريم. مريم اتفضلي. مريم. ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. انا كان عندي حلم عاوز اقوله. اتفضل. انا كنت حلمت ان انا في البيت وعندي واحده صاحبتي هي واخوها. تمام. تمام يا فندم. بس انا صاحبتي دي مفيش علاقات بيني وبينها خالص، يعني هو ممكن صدفه نتقابل. وطي التلفزيون بس وكملي اتكلمي، احنا سامعينك، يعني ما تصبريش ان احنا نقول لك اتكلمي. طيب، هي الاتصال خلص. هي بتقول هي حلمت ان في البيت صاحبتها جت هي واخوها، جم عندها البيت يعني صاحبتها واخوها، بس صاحبتها دي ما لهاش علاقه بيها قوي. هو انا كنت هسالها، هو الصديق يعني سموه صديق من المصداقيه وانه صدوق وان كده، سيبك من حكايه الكلام الفارغ اللي طالع يقول لك صاحبي خانني وصاحب الكلام بتاع ده كلام فاضي. لكن في الواقع الصديق هو رمز قوي، يعني رمز حلو جدا، يعني اكثر كمان يمكن زي بمقام الاخ الطيب والاب ذكر في القران. الله ينور عليك. فاذا مثلا واحد شاف صديقه واخوه جاي، الاخ هنا يعني ولي امره وسنده، والصديق نفس الطريقه اللي هو امره نفسه، لان الصديق بيعيش حياه يعني الخير والشر، بيصاحبك اكتر كمان من اخوك، فهو عايز لها في سند. والصديق هنا بشرى كويسه، زاروها البيت، ده معناه ان هيحصل مناسبه كويسه يتجمع عنها الخلان والاحباب. طيب. الاصدقاء. احنا ناخد ايمان. ايمان اتفضلي. ايمان. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك في شخص هيتقدم لي، انا حلمت بيه ان هو لابس قميص او بدله وبطنه باينه بس مغطيه بالقميص، بس وشه ما كانش باين. ازاي انت حلمت بيه اللي هيتقدم لك وازاي وشه؟ يعني بص حضرتك وشه ما كانش باين، لكن لابس قميص وبطنه باينه بس مغطيه بالقميص. هو شغال ايه؟ هو بيشتغل في شركه. ظروفه يعني على قد حاله ولا حاجه ولا؟ مش يعني اهو دي مشكله، يعني مش غني يعني. لا. دي مشكله الاحلام، تضطر كل واحد تقول له جاي لك خير يا حاج. ما هو لو
يعني في مشكله كبيره في الاحلام انك انت لو يعني اتكلمت في الاحلام بقوه وما تنساش الحلم ظني يقول لك انت بتقول انت بتخوف تقلق من الناس واتكلمت بخير كانك بتخدعهم يعني مثلا شخص بطنه باينه يعني بتشير البطن هي المركز الجوع والشبع هل هو بخيل مركز الغنى لا مركز الغنى والفقر هو هنا بطنه لابس كويس بس بطنه باينه ان هو محدود الدخل شويه محدود الدخل طيب هو فصل لك بقى هو يعني حالته ايه وانت عليك القرار يعني هناخد سحر اتفضلي يا سحر فهو عاوز يديها يعني عليكم السلام ورحمه الله انا مطلقه وعندي 55 سنه تمام. وحلمت حلمين الاولاني ان انا واقفه على سلم وفي قطه في الدور في السلمه الاولى بتعاكسني وعايزه توصلني وانا خايفه منها تمام ده حلم الحلم الثاني حلمت إيه بقى؟ ان انا ثواني معلش دي قطه ايه بقى يعني قطه بلدي سيام لا قطه عاديه قطه بلدي عاديه تمام تاني تاني حلم بقى حلمت ان انا في مكان فاضي خالص وفي شال عندي رمادي في اسود الشال ده وقع مني فرجعت اخده وانا في المكان الفاضي ده شفت ابن عمتي المتوفي راكب عربيه بيجو ومعاه اولاد اخوه ولد وبنت هم كبار ومتجوزين كده وانا ركبت معاهم في العربيه وفرحت بيهم قوي طب سؤال بس سؤال يا مدام صح سؤال بس انت منفصله بقالك قد ايه منفصله بقالي سنتين طيب الشال كان حلو اللي وقع منك شال انا بحبه شتوي كده رمادي في اسود انا بحبه يعني هو انا هقول لك على حاجه هو كون شال وقع منك ده الانفصال الشال والستر يعني والحجاب والفستان هو الراجل نفسه تمام وقع يعني هو ده الانفصال نفسه هو ده ايه هو ده الانفصال يعني بيتكلم عن الماضي تمام السلم القطط اصدقاء يعني لو كله بتعكسك على السلم يعني السلم انت عاوزه تطوري من حياتك عاوزه مثلا انت ما عندكيش اولاد ولا شيء ولا عندك لا ما عندي هو انت باين ما عندكيش اولاد ولا حد في حياتك لان انت كنت في مساحه من الفراغ معقول الكلام فهو يعني انت بتطوري من حياتك وحد في النص يعني بيرمي كلام بعكس في يعني كده في بشاير يعني ان شاء الله لا بس ما خير ان شاء الله طب ناخد محمد من دسوق استاذ محمد اتفضل شوفوا الرؤيه بتوضح الفكره فين طبعا يعني جاب لها الشال ان هو كان ستر وقع منها يعني حصل مشاكل حصل مشاكل وانفصل بعد كده جاب لها في الرؤيه ان هي في ارض فراغ واسع ما هو فاضي الانسان لما ما يكونش حوالين منه اولاد ده يديك فكره انه ما عندوش اولاد او عنده اولاد كبار ومشي يعني بقى حياتهم فهو حاسس بكتله من الفراغ وبعد كده جاب لها قطه على السلم اللي هو نجاحها يعني عاوزه تتطور هي ست راجل كبير عاوز يتجوز يعني عاوز يخطي درجه بقى ما يوقفش على الدرجه على السلم فجاب لها قطه على السلم بس بلدي مش سيامي لو سيامه معناه ان الشخص يعني غني يعني حاجه كويسه ولا والسيام من ممتلكات البيت يعني نافع شويه لان القطط السيام القطط البلد بتيجي تاكل وتمشي بتاكل وتجري كمان لكن القطط السيام مثلا حتى مقيمه معاك مقيم وصديق وبياخد باله منك والقط في حد ذاته هو حارس امين عشان صديقه حارس امين بس الناس مش فاهماه يعني والله ان هو في واقعيه الامور الناس كانت بتربيه القط يعني يحميك ويحرسك من الحشرات الداخليه الصراصير والعقارب والكلب بيحميك من الديابه ومن الحشرات والتعابين والاشياء وحتى الكلب والقط يجروا ورا الفار في حد ذاته مش دلوقتي احنا في الزمن اللي الفار يعني فاهمني فسبحان الله هو كان ربنا خالق له حارس داخلي جوه البيت وهو نايم وحارس خارجي للغنم والتكنولوجيا يعني لما تبص وخد بالك بقى ان هو خلق له حارس حتى لو هو فقير وما معهوش ياكل التاني يتصرف من نفسه يروح ياكل ويجي ويظل حارس جوه البيت ولو ما معهوش ياكل الكلب ولا ما ذبحش هو الكلب بيتصرف من بره فيعني زي ما بيقول عامل زي ما تكون عامل بالطاقه الشمسيه مثلا شيء سبحان الله سبحان من يعني بيدبر الكون ده كله صحيح فعلا وفي نفس الوقت آيات حتى في التفسير واحنا بنبص بنلمح وبنلاقي آيات ممكن نقف عندها ونقول بص انت فسرت حتة جميلة جدا حتى لو الفقير
عنده كلب بره البيت ومش قادر يجيب له اكله كده، فالكلب ده بيحرسه وبيروح يتصرف ويرجع ذاتي. فطبعا يعني فكره جميله جدا خدتها منك، حاجه جميله بصراحه. برضه الحارس ده قد تجيب حارس وقاعد وتعبان وكسلان وكان صاحي بدري لا جايب له حارس دمه خفيف يعني القط في حد ذاته مشاكس وبيلعب ويجيبوه في التلفزيون يعني سبحان الله. الرؤى ده فكرة عالم اخر ده. لا انا بتكلم على ربنا عز وجل سبحان الله، يعني خلق شيء يعمل له فكره بديع من الابداع بديع ويقعد يقول لك احنا التكنولوجيا التطور اهو فيروس صغير عملوا فيه ايه ولا حد عارف يعمل حاجه. استاذ محمد استاذ محمد معانا اتصال. اتفضل يا فندم. حضرتك كنت عايز اسال بس زوجتي دايما تحلم ان حد يعني ابويا وامي عايزين يجوزوها او ابوها وامها ابوها واخوها. عندك اولاد؟ لا ما عنديش اولاد. ما هم عاوزين، هو هي بتتمنى، اهلك بيتمنوا ان يكون عندك ولد. يجوزوها المراه بتتجوز امتى؟ المراه عليها تعداد برضه زي الرجل. بتعدد امتى؟ لما تخلف، يعني لما تجيب ولد كانها عندها رجلين، لان هو يشارك مسؤوليه الرجل بدل ما هي قاعده بتهتم بيه لوحده، ما عندها رجل تاني في البيت. لو يعني في احلام بنسميها احلام الغيره دي، ان المراه تشوف انها جوزها بيتجوز ساعات في وقت وده يشير ان هي تجيب بيت، لان هو هيبقى عنده بيتين، ما المراه بيت في حد ذاتها ست تانية. فهم عايزين يجوزوها بمعنى عاوزينها. يعني هي عندها كم سنه؟ عندها 30. طب واتجوزت ولا لا بقى؟ دي هي مراتي. ما انا عارف اتجوزت في المنام ولا لا؟ مش لا، هي كل مره يجيبوا لها عريس سواء مثلا ابوها وامها او ابويا وامي هي ترفض. لو اتجوزت تحلم ان شاء الله الايام الجايه تحلم الرؤيه تتعدل شويه. يعني لو الرؤيه اتعدلت، يعني لو شافت في الرؤيه ان ابوها او امها جاب لها عريس جديد، ده معناها تحمل في ولد. ولو شافت ان ابوها جايب لجوزها عروسه جديده، معناها ان تحمل في بنت. على اغلب الاحوال، عشان يعني احنا بنقول الله اعلم، لان الرؤيه حاله ظنيه. يعني يا استاذ محمد، هي كذا مره تحلم ان ابوها وامها بيتجوزوها او جايبين لها عريس، او يعني عريس غير العريس، يعني كل يوم، يعني ممكن لو كل يوم تحلم ماشي خطيب كل يوم بعريس نظام عريس جديد. لو شافت في الرؤيه اتكتب الكتاب قروا الفاتحه مش عارف ايه، ده بشاره يعني للانجاب ان شاء الله. ماشي ان شاء الله خير. حاول انت كمان تشوف رؤيه برضو، يعني برضو حاجه لو انت بقى رؤيه تانية ليك برضو هتبقى بشره خير برضو. يا رب امين ان شاء الله خير باذن الله. الناس بتشوف حاجات كتيره قوي، ورؤى الاحلام شيء لما تكون فيه واقعيه وهو شيء مش صعب. يعني بتحس ان انت داخل عالم كده، يعني بتستمتع فيه، بتسمع، مش بتستمتع واقعيه، يعني واقعيه فيه، وفي حساسيه شويه. يعني ما تقول لي ده جاي لك شر بيخاف. لا انت فسرت حاجه مهمه جدا بيخاف. لما تقول لي الواحد في حاجه وحشه، ده انت دي يعتبرها خير، لابد ان يهتم بيها، يهتم بيها جدا، لان ديت بتقول له خلي بالك. بس احنا مشكلتنا ان انت تقول لواحد مثلا خلي بالك، ده انت داخل على مشكله حاجه، يتقفل ويبقى تعبان. شوف تقول لك انا هعمل، انا انت بقول لك انا شر، عشان تفكر شغل مخك، ما الشر زي الخير. الشر في حد ذاته زي الخير. ده البركان اللي هم قاعد يقولوا البراكين، ومش لان الارض الجاذبيه، قوه الجاذبيه لما تشتد فيحصل البراكين دي، فيحصل تنفس الجاذبيه، لولاها الارض انضمت على بعضها اتكسرت، يعني كان الكون كله. فكان البركان في حد ذاته اللي احنا شايفينه شر، اللي احنا شايفينه شر بياخد 1000 2 كام بيت، بياخد ولايه. لكن لما تيجي تقرا في العلم الحديث تلاقي لولا البركان ده الارض كانت الجاذبيه. ممكن هو الثقب الاسود ده عباره عن ايه مثلا من العلماء؟ قال لك ده من سموه اسود من قوه جاذبيته، الضوء ما بيغادرهوش. يعني بيجذب، عنده جاذبيه زي المغناطيس شديده جدا حتى الضوء. فتشوفه انت اسود لكن هو جواه ضوء. فهمني؟ فساعات احنا نشوف البركان اللي بياخد ناسه كده يقول لك لا ده حفاظ على يعني تنفيذ لجاذبيه الارض لتوازن الارض. في حاجات ممكن الانسان بيبقى يعني بتبين له حاجات، يعني احنا بنقول للناس في السنه السنه وضحت ليك لو انت اقدمت على امر ليك صلاه استخاره، بتعمل صلاه استخاره عشان تشوف الامر دوت صح ولا لا وهتعمل فيه ايه بالظبط. ولكن بنلاقي ان بعد صلاه الاستخاره بيحصل يقول لك مرتبطه برؤيه، الكلام ده صح ولا لا؟ هو الاستخاره الناس يعني في صلاه الاستخاره دي
مرتبطة بالتوفيق أو الفشل. يعني مثلا أو الإخفاق، مش هنقول الفشل. أنا صليت استخارة إن كان مثلا حشتري الحاجة دي يا رب وفقني فيها، أو كانت وحشة ما توفقنيش بيها. مش لازم إن هو يشوف رؤية خلاص، ما أنت وكلته هو يشتغل، فإما هو هيصرفها عنك لإما هيحققها، فمش محتاجة رؤية، لأن أنت عملت يعني بتقول لربنا كن وكيل، يعني مد يد العليا، مش مرتبطة برؤية، مش شرط. وفي ساعات لما تكون صلاة دي ما تكونش، لما لو أمر مرتبط بالصرف من عند حاجة كبيرة أنت مش عارفها جاية خير وشر، مالكش فيها إرادة قوي، مش هيجيب لك رؤية. لأنك لكن هو صلاة الاستخارة هنا هتشتغل، إما يبعدها عنك وإما يقربها لك لو كويس. أدي واحدة. طب لو صلاة الاستخارة في شيء فكري، يعني مثلا واحد بيفكر جاي له عرضين، جاي لها عارسين، ده أحسن ولا أحسن؟ فأصبح في فكرة إيه، أفكار محتارة، هتاخد قرار معين، أو واحد هياخد قرار لبينا، أو يأجل الأمر أو لسه. فممكن تجيله بفكرة بقى يبين لها ده تخين، ده رفيع، ده تمام، أسمر، ده أبيض، ده شكله وحش، ده شكله جميل. طيب أنا بشكرك، أنا كنت سعيد جدا بالحلقة معاك النهاردة، أنا نفسي استفدت في حاجات كتيرة جدا، وديتنا إشارات لحاجات معينة كده، والسادة المشاهدين أكيد سمعونا وسمعوا تفسيرك لرؤياهم وأحلامهم. يا رب إن شاء الله على أمل وعد يتجدد اللقاء بيننا وبين بعض، وإن شاء الله يكون بيننا حلقات ونفيد الناس بالحاجات اللي ممكن نشوفها. يا رب أمين. أنا حاب بس أقول كلمة أخيرة للمشاهدين، إن إحنا دايما الرؤية اللي إحنا بنفسرها هي حالة ظنية، قد تكون أقرب للحقيقة، قد تكون أقرب للحقيقة، لكن هي ليست قطعية الدلالة، وإن كان حتى صحيح عن المفسر هو حاسس من جوانا هي صح، ولكن هي ليست، ولكن كرأي انك انت تجعل الرؤية كرأي اضافي في حياتك. تمام، بشكرك استاذ أباري قطب المفسر للرؤى والاحلام، وعلى امل وعد ان يكون بيننا لقاء اخر ان شاء الله. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، احلامنا هتفضل جوانا، وان شاء الله اللي عنده حلم هيتحقق باذن الله. الناس هتفضل تحلم وتجري وراء احلامها عشان تحققها. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، والحلقه بتاعت النهارده كانت مهمه جدا لتفسير الرؤى والاحلام. احلامنا الجميله ان شاء الله هتتحقق، وان شاء الله كل واحد يجري ورا حلمه ويفضل وراه، وان شاء الله ربنا هيكرمه. على أمل وعد أن نتجدد اللقاء في حلقات أخرى من برنامج أحلامنا الجميلة. كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.